علي بن جمعة بن خميس الغويص في تضمير الوصول من شاهين. هنا هجن العاصفة مع غياث الهلالي وسادس مراكزنا يأتينا هنا في هذه الانطلاقة سراب لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بالسائق المزروعي في تضميره، وهناك معزم لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعد المكتوم يأتينا سابعا بقيادة عتيق بن سالم بن عرطي الحميري، وعلى المركز الثامن مياس سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري من ينطلق على ثامن المراكز، وتاسع المراكز شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي، بينما المركز العاشر يأتينا هنا الفايز لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان بقيادة أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، ضعناها على حضراتكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام في هذه الانطلاقات والتحديات. لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة الشوط هنا، والمنطلق بالمقدمة وبالمركز الأول والمندفع بصدارة هذا الشوط هنا، والتحديات شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سيف بن عتيق بن عمير العميمي من يأتي على الصدارة. على المقدمة شاهين من الجانب الآخر، هجن العاصفة مع غياث الهلالي من يندفع هنا بتحديات، بينما مياس ثالثا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يتابع سهيل بن مبارك بن مرخان لقتبي، ورابع مراكزنا القادم هنا بتحدياته يأتينا معزم، ولكن أرى شاهين يتسلل على المركز الرابع هجن العاصفة مع غياث الهلالي، وعلى المركز الخامس هنا الوجود والتسلل من معزم من اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع المتمرس عتيق بن سالم بن عرطي الحميري في تضميره، من ينطلق على المركز الخامس. سادس المراكز سراب لسمو الشيخ دكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان بقيادة الجنتلمان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، وسابع المراكز مياس سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم يتابع سعيد بن عبيد الحميري منطلقا بتحدياته. سابعا وفي المركز الثامن، المركز الثامن والمنطلق على ثامن المراكز لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم يتابع علي بن جمعة بن خميس الغويص، ياتينا على ثامن المراكز. والمركز التاسع، المركز التاسع في هذه اللحظات والمركز التاسع كذلك لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم، هناك ايضا ياتينا الشامي والغزال وبقياده علي بن جمعه بن خميس الغويص. عاشر المراكز، وصل الفايز، وصل الفايز سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، ويتابع احمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. هذه هي النتيجه، ها هي النتيجه، نعود الى الصداره، نعود الى المقدمه، الى المركز الاول، الى اندفاع شاهين بصدارة هذا الشوط. يحمل الرقم واحد وهو ينطلق على المقدمة وعلى المركز الأول هنا من هجن العاصفة ومتابعة غياث الليالي، هنا من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني شاهين في المركز الثاني ثم الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، هو متابعة هنا سيف بن عتيق بن عمير العميمي أبو محمد يتابعه على المركز الثاني. المركز الثالث ياتي شاهين على المركز الثالث، هجن العاصفه وغياث الهلالي كذلك ايضا يعزز المقدمه بثنائيه جميله بهذا الانطلاق. الله، هنا الثلاثيه على الصداره مع الكيلومتر الاخير، مع الكيلومتر الاخير بتحديات شاهين وشاهين وشاهين بهذا الانطلاق. شواهين يندفع بهذا الصداره، شاهين الاول لهجن العاصفه بقياده غياث الهلالي، شاهين اخر لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقياده سيف بن عتيق بن عمير
العميمي ووصل شاهين. هجن العاصفة مع غياث الهلالي. الله الله الله، ثلاثية لمن الفوز لمن الناموس. السلوم الله. أرى شاهين في هذه اللحظات غير على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. الله الله، يهين شاهين ولكن عاد شاهين. هجن العاصفة. الله، تحديات ثلاثية ثلاثية ولكن العاصفة وهجنها هنا تنطلق في هذه اللحظات بشاهين وشاهين. هنا ينطلق بالصدارة وبالمقدمة شاهين العاصفة، ينطلق في هذا المساء في هذا التحدي. سابع نقاط مساء هذا اليوم. السوبر سوبر سوبر هاتريك لهجن العاصفة. تهانينا للعاصفة ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. شكرا شكرا غياث الهلالي من قدم هذه النوعيات المتميزة من الشواهين في هذه الأمسية التراثية الجميلة ولحظة الوصول. شاهين وشاهين في المركزين الأول والثاني، شاهين في المركز الثالث سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، بينما المركز الرابع وصل مشاهدينا الكرام هنا ايضا بهذه الانطلاقات والتحديات. الفائز لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد الهيان مياس على المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. 7:35 وفاء وتماما وكمالا هو التوقيت الزمن الذي سجل شاهين. تهانينا هجن العاصفه، تهانينا غياث الهلالي، بينما المركز الثاني كذلك شاهين. هجن العاصفه 7:35 6 من الاجزاء من الثانيه. شكرا غياث الهلالي، بينما المركز الثالث كان من نصيب مجاز لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم. يقدم لنا سيف بن عتيق بن عمير العميمي 7:35 9 من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. نتواصل معكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذه الانطلاقات، نتواصل بهذه التحديات.